لا إزالة للمباني، التفاصيل الكاملة لأهم الأسئلة والأجوبة عن التصلح في مخلفات البناء. مع اقتراب مهلة التقديم للتصلح في مخلفات البناء والتي ستنتهي في 30 من سبتمبر، ما زالت هناك حالة من اللغط بين المواطنين حول بعض البنود بالقانون، مما كان سببا في ضعف الإقبال على التصالح في مخلفات البناء. وتجيب قناة الأموال تي في خلال التقرير التالي على أبرز الأسئلة التي تشغل المواطنين بشأن قانون مخلفات البناء بهدف التبسيط على المخالفين كافة. هل يزيل القانون المباني المخالفة؟ قانون التصالح لا يستهدف هدم العقارات، بينما يفتح القانون الجديد باب التصالح وتقنين الوضع، ولا يتضمن إجراءات بشأن المصادرة أو عقوبات بالحبس على المخالفين. ما مصير العقارات المبنية على الأراضي وضع اليد؟ قانون التصالح لا ينص على عدم تقنين العقارات المبنية على الأراضي وضع اليد، ولائحته التنفيذية لم تستثني تلك المباني، لكن وضع اليد والتعديات على أراضي الدولة تشتمل على مخالفتين منفصلتين، وتتطلب تقديم طلب التصالح ثم تقنين وضع الأرض نفسها مع الجهة التابعة لها قبل التمتع بفرصة التصالح وإكساب العقار صيغة قانونية. هل يشمل قانون التصالح كل المباني الجديدة منذ ما قبل 2008؟ كل العقارات المخالفة يمكنها الاستفادة من القانون والتعديل الصادر برقم 1 لسنة 2020 كان غرضه فتح الباب للمخالفات السابقة على قانون البناء الموحد، لكن المخاطبين بالقانون هم فقط من لديهم مخالفة مسجلة أو دعوى قضائية بشأن المخالفة، أو وصلتهم مخاطبات من الأحياء والجهات المعنية بالمخالفة. لماذا وضعت الحكومة شروطا صعبة مثل تقرير المكتب الاستشاري؟ الحكومة لم تحدد آليات استكمال مستندات التصالح، والأمر جاء ضمن نصوص قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 الذي اشترط إرفاق تقرير سلامة إنشائية للعقار من مكتب استشاري. ومع صعوبة الأمر ومغالاة المكاتب، تحرك البرلمان للتخفيف بالقانون رقم 1 لسنة 2020 عبر النص على أن تكون الشهادة من خلال مهندس نقابي عادي وبدون اشتراط اعتماد مكتب استشاري أو تصديق نقابة المهندسين. ما آخر موعد للمخالفات التي يمكن التصالح عليها؟ يشمل قانون التصالح كل المخالفات حتى تاريخ آخر تصوير جوي في 22 من يوليو 2017، بما فيها الأبنية السكنية غير المرخصة أو المخالفة للترخيص والمحلات وتغيير النشاط، مع إمكانية التصالح على المباني المتعدية على خطوط التنظيم أو أملاك الدولة حال الاتفاق وتقنين الوضع مع الجهة صاحبة الولاية. ما هو النموذج 3 وماذا يعني الحصول عليه؟ نموذج 3 عبارة عن شهادة يحصل عليها راغب التصالح وفق نص المادة الثالثة من القانون 17 لسنة 2019، تتضمن بيانات المواطن والعقار ومساحته، وتمثل إقرارا من الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية ببدء إجراءات التصالح على المخالفات، مع ذكر المستندات المقدمة من المواطن وتاريخ ارتكاب المخالفة ونسخة من الرسوم المرفقة بالترخيص. ما أهمية الحصول على نموذج 3؟ تكمن في الوقف الفوري لكل الدعاوى المتعلقة بالمخالفة قضائيا لحين استكمال باقي الإجراءات. كيف يتم حساب قيمة الغرامة المقررة للتصالح؟ يحدد القانون نسبا للغرامات حسب نوعية المخالفة من القيمة التقديرية لسعر المتر بالمنطقة، وذلك كالتالي: 100% للبناء بدون ترخيص مع تجاوز اشتراطات التخطيط أو تغيير الاستخدام، و50% للبناء بدون ترخيص مع مطابقة الاشتراطات، و25% لمخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية للترخيص، و25% لمخالفة عدد الأدوار، و20% لمخالفة الرسومات الإنشائية ومطابقة الرسومات المعمارية والمسطح وعدد الأدوار، و5% لمخالفة الرسومات المعمارية مع مطابقة الرسومات الإنشائية وعدد الأدوار. هل يجب التقدم على تصالح مالك العقار أم شاغل الوحدة؟ القانون 17 لسنة 2019 وتعديلاته لم تحدد هوية من يجب عليه التقدم بطلب التصالح، حتى تترك الفرصة لكل راغب تصالح، ويمكن لكل صاحب شأن سواء كان مالكا أو شاغلا أو اتحاد شاغلين التقدم للتصالح عن وحدة أو عقار مخالف، على أن يرفق بالطلب ما يؤكد صفته واتصاله بالعقار وفق نص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون. هل يجوز التصالح على المباني المقامة في أراضي مملوكة للدولة؟
القانون يفصل في هذه النقطة بين أمرين، الأول هو التعدي على أملاك الدولة، والثاني مخالفة البناء بدون ترخيص أو خارج الاشتراطات القانونية والبنائية. ويمكن التصالح مع تلك الحالات شريط التقنين وضع الأراضي على ألا يصدر قرار قبول التصالح إلا بعد تقديم ما يفيد بتوفيق الأوضاع بحسب المادة 89 من اللائحة التنفيذية للقانون. ماذا يفعل السكان حال عدم وجود مالك مباشر للعقار؟ حال عدم وجود مالك للعقار يمكن لاتحاد الشاغلين أو لحائز أي وحدة بالعقار التقدم بطلب التصالح مع إثبات علاقته بالوحدة، وحتى في حال وجود مالك ورفضه التقدم بالتصالح يمكن التوافق بين السكان وتقديم طلب التصالح بوصفهم اتحاد ملاك أو اتحاد شاغلين. ماذا يفعل السكان حال عدم وجود مالك مباشر للعقار؟ يمكن لاتحاد الشاغلين أو لحائز أي وحدة بالعقار التقدم بطلب التصالح مع إثبات علاقته بالوحدة. ما مصير العقار المخالف قبل 2008؟ العقار الثابت تاريخ مخالفته قبل 11 من مايو 2008 حتى لو تم البناء بدون ترخيص ولو دور أخير لن يتم دفع أي مصالحات ولن يواجه أي إزالة، وشكله أمام الدولة قانوني 100%. ما مصير العقار المخالف من 2008 وحتى التصوير الجوي الأخير؟ العقار الثابت تاريخ مخالفته من بعد التاريخ السابق وحتى 22 من يوليو 2017 يكون أمام أحد حالتين: ألف، عقار مبني بترخيص بعدد معين من الطوابق سيتم التصالح على الأدوار المخالفة فقط دون إزالة، علما بأنه تم تحديد سعر التصالح في المتر من قبل الدولة حسب كل منطقة، ويتم السداد عن طريق اتحاد شاغلي الوحدات المخالفة وبعد تفويض أحدهم لتقديم التصالح نيابة عن باقي شاغلي الوحدات السكنية. ب، عقار تم بناؤه بالكامل بدون ترخيص سيتم التصالح عن العقار بالكامل دون إزالة بعد التأكد من السلامة الإنشائية للعقار عن طريق لجنة هندسية ما لم يكون البناء على أراضي الدولة. ما مصير العقار المخالف بعد التصوير الجوي؟ أي عقار مخالف بعد المسح الجوي الأخير في 22 من يوليو 2017 إن كان داخل الحيز العمراني يخضع للتصالح، وفي حال وجوده خارج الحيز العمراني أي على أراضي زراعية سيتم التعامل معه وفقا لكل حالة على حدة، سواء بإزالتها وجوبيا أو توقيع غرامات على أصحابها.